بخطى ثابتة وراسخة تمضي دولة قطر في طريقها نحو التربع على عرش الطاقة النظيفة في العالم. وعلى الرغم من ريادتها الكبيرة في إنتاج الغاز المسال عالمياً وامتلاكها مخزوناً استراتيجياً عملاقاً من الغاز والنفط، إلا أنها تلعب دوراً محورياً في التحول في قطاع الطاقة باعتبارها المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم. شهر أكتوبر من عام 2021 شهد حدثاً تاريخياً، حيث تم الإعلان عن تغيير مسمى شركة قطر للبترول إلى قطر للطاقة بعلامة تجارية وهوية مؤسسية جديدة، لتوفي قطر بوعدها بتوفير الطاقة الأنظف التي يحتاجها العالم، وبلعب دورها كشريك فاعل وأساسي للحصول على أفضل الحلول في التحول العالمي الجاري حالياً إلى طاقة منخفضة الكربون. اتجهت الدولة إلى الطاقة النظيفة لأن الطاقة النظيفة حالياً هي اللي تغير معايير الحياة، مثل ما نشوف التغير المناخي اللي حدث كان كله من الانبعاثات الكربونية اللي أدت إلى زيادة الاحتباس الحراري. الدولة توجهها توجه صحيح وسليم في الاعتماد على الطاقة النظيفة، لأن الطاقة النظيفة راح تكون مستدامة، والاستدامة فيها راح يقلل من الاعتماد على الموارد اللي هي طبيعية مثل الغاز عندنا والنفط. قطر البترول كانت مصدر الطاقة الرئيسي في دولة قطر، وكذلك كان يمد السوق العالمي بالطاقة من حيث الغاز والبترول. كذلك مؤسسة قطر البترول سابقا كانت تعتمد قبل لا تتحول إلى قطر للطاقة على الطاقة النظيفة، وقد شاهدنا في بعض مصانعهم كانوا يعتمدون على تقليل من الانبعاثات الكربونية. على سبيل المثال عندنا في قطر غاز كان تقليل من المحروقات وصل إلى تقليل بين 75%، وهذا دليل على أن الاعتماد على الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقة البديلة. وتمضي قطر للطاقة قدماً بكامل قوتها لتطوير حقل الشمال من خلال بناء أحدث خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال التي ستدفع بمكانتها الريادية إلى الأمام بطاقة إنتاج تبلغ 126 مليون طن سنوياً عام 2027. كما تتوسع قطر أيضاً في مجال مشاريع الطاقة الشمسية، حيث يجري حالياً تشييد أكبر محطة كهرباء بالطاقة الشمسية سيتم افتتاحها رسمياً عام 2022. ومن أبرز ما يجسد الاهتمام بتنفيذ هذه التنمية المستدامة ما يقدمه معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر، حيث يعمل على إجراء وتنسيق بحوث طويلة المدى في مختلف التخصصات التي تلبي الأولويات الوطنية الملحة فيما يتعلق بالأمن المائي والطاقة. وتجرى البحوث في منشآت عالمية المستوى يحتضنها المعهد، وتتضمن مختبرات رئيسية ومختبرات لتقنيات تصنيع المايكرو والنانو، ومساحة خارجية للتجارب تصل إلى 35,000 متر مربع. رؤية المعهد المواكبة لرؤية الدولة هي الاعتماد على الطاقة النظيفة والتقليل من انبعاثات الكربونية، والاعتماد على الطرق البديلة وكذلك الاستدامة فيها. والحمد لله نشوف فيه نتائج واضحة، بدأ التوجيه وبدأ الترشيد وبدأ كذلك التوضيح للعالم مدى أهمية الاعتماد على الطاقة النظيفة. طبعا في معهد قطر بحوث الطاقة والبيئة الكل مكرس وقته وبحوثه في مجال الطاقة والبيئة، وقد
شاهدنا في الفترة الماضية مشاركة العديد من الباحثين في المعهد بمشاريعهم وكذلك في آرائهم، وكذلك نشوف في المشاريع الطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية شغالين عليها في الخرسعة، وراح إن شاء الله يبدأ تشغيلها في السنة القادمة، وكذلك شغالين عليها في المدينة التعليمية، وكذلك عندنا البيوت الحالية، بعض البيوت يعتمد على سمارت جريد اللي هو لما تظهر الشمس ينقطع عندك الكهرب في البيت، وهذا يعتبر بعد كذلك من الطاقة الشمسية. يتوازى هذا الاهتمام بالتحول إلى الطاقة النظيفة مع قيام دولة قطر بالتركيز على ملفي الطاقة والمياه وإعطائهما أهمية في النطاق الوطني، حيث قدمت رؤية قطر الوطنية إطاراً لوضع الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية بتحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. طبعاً قيادتنا الرشيدة الله ماك الحمد كان لهم رؤية من 2008 طبقت، وهذه الرؤية كانت ل 2030، وحالياً نعيش هذه الرؤية، والله ملك الحمد في حلول مستدامة مثل استدامة الطاقة واستدامة البيئة، وكذلك نشوف يعني في خطط مدروسة في ذلك، والمشاركة في المؤتمرات وأخذ الدورات سواء الداخلية أو الخارجية في هذه المجالات كلها. حرص القيادة الرشيدة على رؤية قطر 2030 انعكس علينا بالمسؤولية الزايدة في الحفاظ على موارد الطبيعية للدولة ورفع كفاءة الطاقة بإنتاج المياه بأقل تكلفة بأقل انبعاثات كهربائية للحفاظ على مواردنا الطبيعية، حيث أن قطر ما عندها أي مصدر للمياه الشرب غير البحر، فالاستخدام الأمثل للطاقة الغازية والطاقة الكهربائية هو اللي خلينا شديدين الحرص على مواكبة التكنولوجيا في العالم وجلب آخر ما انتجت التكنولوجيا للحفاظ على مواردنا الطبيعية من غاز ومن مياه البحر لتوفير حياة كريمة للمواطن القطري. وانطلاقاً من هذه الركائز نسلط الضوء اليوم على مشروع يعد من أهم مشاريع الأمن الكهربائي والمائي في دولة قطر، محطة أم الحول للطاقة التي تقف رغم كل الظروف والتحديات شاهدة على عزم وإصرار لا يعرف المستحيل. مشروع استراتيجي أبصر النور رسمياً في 25 من مارس عام 2019، حينها افتتح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هذا الصرح العملاق إيذاناً من سموه بتدشين مشروع يعد من أكبر مشاريع الطاقة في المنطقة. إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي حققتها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خاصة تلك المتعلقة بإدارة مواردنا من الطاقة والمياه وتطوير بنيتهم التحتية بما يكفل تعزيز الأمن المائي والكهربائي للدولة. كما شهد عام 2021 كتابة فصل جديد من فصول تأمين الأمن المائي للبلاد على وجه الخصوص. نتحدث هنا عن تشييد مشروع توسعة محطة أم الحول. هذا المشروع المحوري من البديهي أن ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، كيف لا وهو يرتكز على مبدأ الحفاظ على البيئة وجهود قطاع الطاقة في هذا الصدد عبر تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال المميزات التي توفرها تقنية التناضح العكسي RO التي اعتمدتها المحطة لتحلية المياه. أحنا
احنا كمنتسبين لشركة ام الهول لنا الفخر ان احنا نكون نحقق احد اهداف رؤية قطر 2030، والاضافة اللي راح تضاف الى الدولة هي 40% من الانتاج من انتاج المياه صالحة للشرب و30% من الطاقة الكهربائية. اجمالي انتاج ام الهول من المياه الصالحة للشرب 198 مليون جالون يوميا، واجمالي الطاقة الكهربائية 2520 ميجاوات. تقنية التناضح العكسي هي أحدث تقنية في تحلية المياه وصديقة للبيئة وقليلة التكاليف. استخدمناها احنا في ام الهول تواكبا مع آخر تكنولوجيا موجودة عالميا في تحلية المياه في الحفاظ على البيئة، في نفس الوقت إنتاج مياه الشرب. تقنية التناضح العكسي تعتمد على مضخات المياه، يسحب ماء البحر وينضخ عبر أغشية، وتفصل الأغشية الملح من الماء ويطلع الماء نقي وصالح للشرب بطاقة أقل، الطاقة الكهربائية المستخدمة فقط. كما أنه يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وتنويع الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص الذي لا يمكن له أن يتطور ويزدهر دون توفير الموارد المائية والكهربائية، حيث أن المحطة بخلاف الإنتاج اليومي من المياه فهي تنتج منذ افتتاحها 2520 ميجاوات من الكهرباء، تلبي 30% من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية. بلغة الأرقام، فإن هذه التوسعة التي بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 450 مليون دولار، أقيمت على مساحة 160 ألف متر مربع، وعلى الرغم من التحديات التي تمت مواجهتها مع عمليات الإغلاق والقيود الاحترازية بسبب جائحة كورونا، فقد تم الانتهاء منها في موعدها المحدد خلال 22 شهراً فقط. هذه التوسعة زادت الإنتاج اليومي من المياه المحلاة بمقدار 61 مليون ونصف المليون جالون، لتبلغ سعة التحلية الإجمالية للمياه في محطة أم الحول إلى 198 مليون جالون يومياً. ولنتحدث اليوم بكل فخر عن محطة واحدة أصبحت تنتج حوالي 40% من إجمالي الطلب على مياه الشرب في دولة قطر، ما يجعلها واحدة من أكبر مرافق تحلية المياه في المنطقة. مشروع شكل إنجازه نقلة نوعية لتحقيق الاكتفاء في إنتاج الكهرباء والماء بالدولة، كما عزز كفاءة الشركات الوطنية في بناء القدرات وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، ليصل هذا التخطيط بنا إلى ما نحن عليه الآن: أمن كهربائي ومائي. يكمل حلقات الأمن الذي تحقق بفضل الله تعالى وبفضل قيادة رشيدة وضعت نصب أعينها توفير كل ما يضمن أمن كل من يعيش على أرض قطر، ليس لنا فحسب بل لأجيال قادمة تحمل راية هذا الوطن العظيم.